علاقة بمسجل تنظيمات العمل، ولم نطلب أن يتم تسجيل النقابة عند مسجل تنظيمات العمل لأنه أصلا لا يسجل النقابات المهنية بقانون. نمرة 2، مسجل تنظيمات العمل ما عندها سلطة تنفيذية عشان توقف. إذا نحن جينا قدمنا عندها ترفض، إذا قلنا لا اعترفي بينا ما دارك اعترفي بينا ما تعترف بينا، لكن ما عندها سلطة تنفيذية عشان تقول لنا وقف. لو اتصلت بينا وقالت لنا وقف الحمد لله ما بنوقف. بتاع الأصوات عبد المنعم أبو إدريس 205 صوتا، أيمن شيخ الدين سنجراب 158 صوت، أستاذ ميسرة 101 صوت، درة مختار أمه 86 صوت، محي الدين شجر 23 صوت، محمد المصطفى عمر 18 صوت، وشيرين أبو بكر 4 صوت. وبهذا اعتبرت اللجنة أنه الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس فائز بمنصب المغيب الصحفي. حرية سلام وعدالة. أنا أقول للقاعدة الصحفية السودانية مبروك فوز فوزنا كلنا بأننا قمنا بهذه الممارسة الديمقراطية، وبأننا استعدنا منبرنا النقابي الذي قاب لأكثر من 3 عقود لممارسة ديمقراطية شفافة وحرة كنا فيها يعني على يعني كل ليس بيننا خاسر، الجميع فائز وفائز الصحافة السودانية. إضافة إلى أنه هذه النقابة هي المكان الذي نجتمع فيه كلنا بمختلف انتماءاتنا بمختلف قوائمنا التي شاركت في الانتخابات، لأنه الهدف الاستراتيجي أن يكون لنا نقابة معبرة عننا ونقابة تعكس وجهنا.